عبقرة العائلات الموسم الرابع مباراة جميلة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. عيلة عبد المنعم سنورس الفيوم 50، عيلة الدسوقي النزهة الجديدة القاهرة 30. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. واحد لواحد، وأول اثنين ملك وعبد الله. عبد الله وملك. وسؤال في المعلومات العامة. معلومات عامة، والسؤال هو: إيفا هابيل هي أول امرأة تتولى منصب عمدة بإحدى محافظات صعيد مصر. أسيوط. عبد الله، أنت ما خدتش ولا ثانية تفكر. عندي المعلومة. عارف. عندك المعلومة. طب عمدة قرية إيه؟ تعرف لو عرفت بقى؟ لا مش عارف. أحسبها له بعشرين نقطة. مش عارف. قرية كومبوها، مركز ديروت. من 2008 ل 2014 الحقيقة دخلت في منافسة مع ست رجالة وكسبت. الحقيقة يستحق العشر نقط عشان دي معلومة مش سهلة. برافو عليك عبد الله، إجابة صحيحة. اتعينت في مجلس الشورى في 2010. نتيجة اتغيرت: 60 عيلة عبد المنعم، 30 عيلة الدسوق. أستاذ إسلام وأستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى وأستاذ إسلام. وسؤال في الرياضة، والسؤال هو: من هو لاعب كرة القدم المصري الوحيد الحاصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا مرتين حتى عام 2021؟ مرتين مين؟ حسني عبد ربه. حسني عبد ربه مرة واحدة بس. إجابة خاطئة. حسني عبد ربه في 2008، اللي بنتكلم عنه ده كسبها في 2006 وفي 2010. أربع أهداف في 2006 وثلاث أهداف في 2010. مين بقى؟ أنا طبعا مش ضليع في الرياضة، لكن كل اللي أعرفه في الرياضة حسام حسن. عليهم مش مشكلة إن الإجابة غلط. عماد متعب. ولا عماد متعب. الصقر مين بقى؟ أحمد حسن. أرضك تفضلوا. دلوقتي مريم وسندس، سندس ومريم. وسؤال في التكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا المالكة لتطبيق كلاود سيرتش؟ ما فكرتيش ولا ثانية. تم إصدارها في 2008. إجابتك مايكروسوفت. مايكروسوفت إجابة خاطئة. مش مايكروسوفت. سندس عندك إجابة؟ جوجل. يا محظوظة، إجابة صحيحة. يستخدم في البحث عن ملفات جوجل. على أساسها كنت شك على فكرة بس. وأهمها جوجل درايف وجيميل. مدام هند ومدام أميرة، مدام أميرة ومدام هند. والنتيجة تغيرت: 70 عيلة عبد المنعم، 30 عيلة الدسوقي. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 21 في 13 زائد 456 يساوي كام؟ إجابتك 729. مرعبة. إجابة صحيحة. حسابات البيت والجنيه والقرش مظبوطة. برافو عليك يا مدام هاني. هي جاية عايزة البيست بلاير النهاردة معايا. بتحلم بيها من الماتش اللي فات. هي بتحلم بكاس مش بالبيست بلاير. بالكاس مرة واحدة. حلم. 40 عيلة الدسوقي، 70 عيلة عبد المنعم. ما حدش عارف مين اللي هيكسب كاس الموسم الرابع. أدينا هنشوف. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعا أسئلتنا هتعتمد على السرعة. ليكم أنتوا التمانية. أول سؤال: سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان قام بدور إحسان في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا، فمن هو؟ مدام أميرة. حسين فهمي. المسلسل ده كان بطولة مين؟
سعد يونس تقريبا. سعد يونس وحسن حسني ومجدة زكي وحسن مصطفى. برافو عليكي، إجابة صحيحة. النتيجة اتغيرت 80 عيلة عبد المنعم، عيلة الدسوقي 40. أغاني وموسيقى، والسؤال هو من هو الموسيقار الراحل ملحن أغنية أنا المصري كريم العنصرين؟ مدام هند. سيد درويش. بنيت المجدة بين الأهرمين. سيد درويش. من كلماته وألحانه، إجابة صحيحة. برافو عليك يا مدام هند. النتيجة 50 عيلة الدسوقي، 80 عيلة عبد المنعم. لوحات ومعالم، والسؤال هو يقع قصر الحكم بإحدى الدول الخليجية، فما هي؟ إجابتك. الإمارات. مستعجلة قوي. الإمارات، إجابة خاطئة. تم بناء أول مرة 1747 وأعيد بناؤه 1902. 11000 متر مربع يا ملك. إجابتك. كويت. ملك، إجابة خاطئة. فين بقى؟ في السعودية، في الرياض. من أقدم القصور في الرياض. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو ما هو ترتيب يوم 25 من إبريل في السنة الميلادية غير الكبيسة؟ يوم 25 إبريل في السنة الميلادية غير الكبيسة. إجابتك. 100. إجابة خاطئة. حسبتيها إزاي؟ في إجابة؟ مدام أميرة. 145. ده سؤال سهل جدا. 84 يوم. غلط. إجابة خاطئة. يناير كم يوم؟ 31. 31. فبراير. 28. مارس. 31. 25. صح. يبقى كام بقى؟ 115. النتيجة في نهاية الفقرة، عيلة عبد المنعم سونورس الفيوم 80، عيلة الدسوق النزهة الجديدة القاهرة 50. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 75,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 195,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.